وقت كنت عم ادرس بالجامعه تعرفت على طالب وصار في علاقه حب بيني وبينه، هو عم يدرس بنفس الصف. ايه وشو صار بعدين؟ استمرت علاقتنا وخطبنا ولبسنا خواتم وعلى اساس انه نتجوز ونطلع ندرس اختصاص سوا. كيشو حلو، كمليلي. بيوم العرس اجت اخته لعندي وسالتني عن وحده اذا عزمتها ولا لا. قلت لها لا ما عزمتها لانه ما في علاقه بيني وبينها وما كتير بيهمني امرها. قال لا لازم تعزميها على العرس. قلت لها ما بيهمني امرها للمخلوقه، ما في علاقه بيني وبينها، طيب اعزميها انت. قال لا الاصول انه انت تعزميها ولازم تعزميها. وضلت مصره على هذا الموضوع. ادخيلك وبلا ما تجي، بلا على هالشوفه. معك حق تقولي هيك. ضلت تصر على هذا الموضوع وبالاخير المفاجاه الكبيره انه اجى خطيبي اخوه وسمع حديثنا. المفاجاه هي انه وقف مع اخته ضدي. قال لي لازم تعزميها للمراه. العمى من اولها ما عمل لك قيمه؟ هذا عرسك وانت اللي بتقرري مين بتعزمي ومين ما بتعزمي، ما بصير حدا يفرض عليكي حدا. بالضبط هذا كان شعوري. وقت اللي شفته انه هو تحت امر اخته حسيت انه هو مو رجال، ما عنده موقف، ما عنده مبدا، فبطلت العرس. شو عملتوا بالمعزي؟ يوميتها قضيناها مشاوير انا وامي الله يرحمها، نعتذر من العالم انه العرس التغى. والله زعلتيني. تعرفي الحمد لله انه عصمت ما عنده اخت. عصمت رجال حقيقي. نسيتي موقفه مع ابوه كيف وقف مع سته وعمه؟ ايه ووقف مع ابي كمان وسكر ورشه الذهب اللي فتحها ابوه. وقف مع ابوكي كرمالك انت؟ لا ابدا مو كرمالي، انا واثقه من هذا الشيء. هو سكره لانه بيعرف انه ابوه على غلط. من بكره الصبح بتجيبوا لي كل كباريت الحار اللي عند مني لهون مشان يباركوا لي. اول واحد لازم يجي يبارك لك هو عمك ابو النور. عمي ابو النور وخالي ابو الحسن اتركوهم علي، هدول دوبارهم عندي. أنا بتفاهم معهم. بس بدي الكبارية التانيين. بدي الشيخ أبو الحكم، وبدي أبو زهدي، وبدي أبو نعيم وياسين بدي كل رجال الحارة يجوا لعند مني لهون يباركوا لي. زعيم؟ شو رأيك جيب لك الكابتن يبارك لك؟ يلا. هلا أنت بدك تجيب الكابتن؟ لك نحن والكابتن خوش بوش كثير. بقدح وكل مخمس انا وكرمه بدق راسه وبرجع مثل الرفاص تبع التخت. على اساس انتوا ابطال وضدهم. هو صحيح زعيم يعني، بس هو نحن لانه لما علمنا عليه هون صار الكابتن قدامنا مثل التوتو. ايوه قلت لي مثل التوتو. طب ارجوني شطارتكم مع التوتو. وانت يا سمعو بدي جهز لي ضيافه تكون غير شكل. تؤمر زعيم؟ يا الله خلينا نلاقي بيك، شو بتلبق له الزعامة؟ يلا تيسروا تيسروا. يلا. شرف معلي. اي شو؟ سيك سبعو. ما شوف حسين عندك بالبيت، بس جيت لحتى خبرك انه ايه وصلني الخبر، ووصلني خبر كمان انه اجوا كبسه على بيتكم كمان. انت وين صرت هلا؟ هلا قاعد بالشاغور بستان زلمه ابو ضاي، بس جيت لحتى خبرك. ديري بالك على حسين كثير. لا تخاف ما رح خليهم ياخذوها لو بتطبق السما على الارض. الله يخلي لي اياك يا رب.
سلمي لي ابو زينب. بيوصل، دير بالك على حالك. سلام. الله معك. الله يخليك تعجل يا ابو حسن، البضاعة خلصت من عندي والطلب عليها كثير. هانت هانت يا ابو جدي، خلاص يومين ثلاثة ببدا برد لك بروكار واغاني. ايه يلا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا استأذن انا. الله معك. الله معك. والله زعلان منك يا خالي، زعلان منك كوميات، هيك ما بتجي تبارك له لابن اختك بالمكتب؟ لك خال انت ليش مستعجل على حالك؟ انت مفكر ان الزعامه بتصير هيك بقرار؟ لكن كيف يا خال؟ الزعامه بتكون بالافعال، لا تصير مضحكه، نحن ما بيهون علينا. هذا جوابك يا خالي؟ لك يا خالي انا من محبتي لك عم اقول لك هالكلام. بسيطه يا خال بسيطه. عمي ابو النور ليش ما اجى؟ ورجال الحاره كمان ليش ما اجوا باركولي؟ كمان نفس السبب، لأنه أنت عملت حالك زعيم. لكن مين اللي بيعملني زعيم يا خال؟ الناس هي اللي بتعملك زعيم، مو أنت بتعمل حالك زعيم. يا خالي لو جاي أنت وعمي أبو النور تباركوا لي كانوا كل أهل الحارة لحقوكن وكنت صرت زعيم عن حق وحية. أيوة لا بصير خالي بصير. إيه بدي صير غصب عنكن. سلام. يلا لا يحرمنا هالتصديرك. منيح انكم اجيتوا والله. والله مالك علي يمين يا سيدي، انه القلوب عند بعضها وزمانك مصدق اسال عن دبه. لك يا غبي منك اله، لهلا ما فشيتوا لي قلبي بخبر جميل. سيدي بشو بدنا نفشل لك قلبك؟ كل شيء عم نحكي لك يا بدي تعرفوا لي اراضي الدكتور عصمت وبنت ابو النور بوسينا. هي سهله، ليك الدكتور عصمت بالمستشفى. انت متاكد من هالشيء؟ سيدي انا شفته بعيوني. طيب وبوسينا بنت ابو النور؟ بوسينا سالت عنها قالوا لي راحت تتحكم ببيروت. معناها مزبوط راحت على بيروت. لك يا سيدي نحن ما بنجيب لك غير اخبار ارفع شوفك. سيدي في زعيم جديد بالحاره، شو رايكم تجوا تباركوا له؟ هذا كلام جميل، من هو؟ هنائي. اه هنائي، نعم سنبارك له، هنائي يستحق. بغافو هردبا. لك يقبرني ربك يا كرمو، لك يقبرني ربك شو انك صاحب واجب. لك وين بتخبي هاي الجواهر؟ وين بتخبي بالهردبة؟ الله لا يحرمنا الكافرين، عليم الله صارتنا البركة، عليم الله صارتنا البركة. لك يقبرني ربك.
وسهلين بجناب الكابتن. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. ساعدوا. لا لا ما في داعي. أنا بس جاي أبارك لك وهنيك لأنك بتستحق الزعامة. الله لا يحرمنا منك يا جناب الكابتن. المهم بتكون رضيان علينا. طبعا رضيان. وشو بينقصك بتجي لعندي حتى إذا بدك حراسة تكره. والله إنك كفو. والله إنك كفو كأنك قاعد بقلبي. شرف سيدي شرف. الضيافة. يا الله لا يحرمنا الكابتن.